ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. بصوا من اولها كده، انا الفيديو ده ناويه ارغي فيه، هنقعد ندردش مع بعض، اقول لكم بقى ايه موضوع الشقه الجديده وانا بعمل فيها ايه وايه اللي خلصته وايه اللي ما خلصتهوش، لان انا عايزه اطلع كده، عايزه اقعد احكي شويه. وفي نفس الوقت النهارده كمان معايا منتجات جديده من براند كيلي. للي ما شافش الفيديو الاولاني اللي كنت عاملاه، كانوا بعتلي لي كام منتج كده جربتهم وقلت فيهم الحاجات اللي عجباني والحاجات اللي مش عجباني. هو كان منتج واحد بس ما عجبنيش. لو ما شفتوش الفيديو ده هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. فهم بعتولي منتجات تانية، فالنهارده قلت كده انا اقدر اعمل ميك اب كامل من براند واحده اللي هي طبعا كيلي، وطبعا هقول لكم رايي في المنتجات كمان الجديده بس كده. فلو عايزه تسمعي الرغي اللي هنرغيه النهارده وعايزه تشوفي المنتجات اللي هجربها تابعي معايا الفيديو. اول حاجه العدسات اللي انا لابساها النهارده اسمها اربن لاير. اربن لاير دي براند كوري ميدن كوريا، ودي من عند مانيسا طبعا، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. اللون ده لونه لبني كده، اللون ده اسمه نيويورك اند جيد، مش عارفه هيبان لكم ولا لا، بس هكتبه لكم برده تحت في صندوق الوصف. العدسه دي سنويه ومريحه جدا بشكل مش طبيعي، واللون وهمني، بس هي تحسه ان هي موسعه سيكه كده، هي مش قد النني بالظبط، هي اخده برده حته بعد النني كده. دي قطرها 14.2 من 10. اهو هرطب اول حاجه تحت عينيا بالكريم ده بتاع ايفا، ده انا جبته بناء على ترشيحاتكم انتوا في الكومنتات، اللي هو اسمه وايتنينج بالوايت بيرل اي كريم، احي تحفه، حلو جدا، ترطيبه جميل وخفيف كده تحت العين وبيتشرب بسرعه، ما بي مش بيبقى مدهنن مثلا ولا ملزق تحت العين. انا حطيت كتير قوي وترطيبه جميل فعلا. انا كنت جايباه تقريبا ب60 او ب65 جنيه من كارفور. بصوا خفيف قوي قوي يعني، ومع ذلك ترطيبه حلو وريحته فريش كده وجميله جدا، ومش بيحرق عينيا لما بقرب من عيني قوي كده، ما بيحرقهاش خالص. بعد كده هرطب وشي بالكريم بتاع انابيل اللي هو انتي ايجينج. البنات اللي عماله تسالني على الكريمات بتاعه انابيل حلوين جدا، اصلا انا مش بستخدم غيرهم، مش عارفه هتلاقوهم هنا او هنا اهم، مش بستخدم غيرهم حرفيا. الكريم النهاري بستخدمه دايما دلوقتي لانه في عامل حمايه من الشمس 50، فمخليني استغنى عن السان بلوك، وفعلا ما بي... يعني مش بيخليني اتاثر بالشمس خالص، وخفيف على البشره والبشره بتمتصها وكل حاجه. وتاني الحاجه الوحيده اللي قلتها لكم ايه مش حلوه، ان الريحه بتاعتهم بتاعت الكريم النهاري والكريم ده اللي هو الانتي ايجينج، الاثنين فيهم ريحه شبه الليمون كده شويه، فالناس اللي بتتحسس من الروائح يمكن ما يعجبهمش، بس الكريم الليلي تحفه ومفهوش اي ريحه خالص. وكمان انا بجرب الديودرنت بتاعهم او مزيل العرق برضو عاجبني قوي. اخر حاجه للترطيب هرطب شفايفي بالمرطب ده بتاع لانيج، ده بقى بتاع الشتاء، ترطيبه جميل جدا فعلا. نبدا بقى باول منتج من كيلي هو الفاونديشن بتاعهم، طبعا ده كان من الحاجات القديمه اللي انا مجرباها قبل كده. الفاونديشن ده اسمه ستار فاونديشن فول كفرج فاونديشن. المواصفات بتاعته ان هو مات ووتر بروف وفول كفرج، وان هو بيقعد طول اليوم واحساسه خفيف او لايت ويت، او يعني ملهوش ما تحسيش بيه على وشك يعني، وان هو لونج وير طبعا يعني بيثبت لمده طويله، واويل فري يعني ما فيهوش زيوت يعني مات، فده للبشره المختلطه والدهنيه، وهو فعلا بيعمل كل اللي بيقوله ده. الفاونديشن ده تحفه تحفه تحفه، وبرده هتشوفوا الفيديو القديم زي ما بقول لكم يعني، بس انا هرجوه لان انا بقالي كتير قوي ما استخدمتوش عشان ما بروحش في حته محتاجه ان انا احط فاونديشن في الكفرج. نسيت اقول لكم الدرجه، درجتي فيه راديانت بيج، ودي درجتي بالظبط ولونها جميل جدا، وانا مش فاكره بصراحه هل كان بينشف بسرعه ولا لا، فانا بسرعه كده هدمجه الاول في نص وشي. انا بدمجه دلوقتي بالفرشه بتاعت سيجما رقم F80 او F80. انا عايزه ابطل البس طرح بيضه في الفيديوهات، انا ببهدل الدنيا. بصوا تغطيته حلو جدا. كمل بقى باقي وشي، انا بدمجه كده كروكي بالفرشه لان انا هرجع اعيد عليه تاني بالبيوتي بلندر، بحب الفينش بتاعها احلى. وكمان البيوتي بلندر هتشرب اي زياده هحطها من الفاونديشن عشان ما يبقاش كيكي او مكلكع. الفاونديشن ده طبعا ينفع جدا جدا مناسبات وسواري وبتاع، وينفع طبعا لو انت ميك اب ارتست، ثابت جدا شكله تحفه في التصوير كانه فوتوشوب، ومش بيأكسد خالص. هاجي بقى بالبيوتي بلندر، مالي قاعده بالمعوق كده، هاجي بقى بالبيوتي بلندر طبعا انا غسلاها وعصراها، بس كمان هحطها في المنديل عشان تشرب اي ميه زياده.
هل الأصوات اللي تحت دي طالعالكم؟ كيلو اللي مش عارفة ايه ب10 جنيه. كيلو خلاص يا حمادة، أنا نسيت أرغي، بس هنرغي دلوقتي. من الحاجات بقى الجديدة اللي أنا أول مرة هجربها النهاردة معاكم، الباليت دي بتاعة الكونتور والكونسيلر وكده، فيها درجتين كوريكتور، واحدة لونها أخضر واحدة لونها أورنج، ودرجات بقى كونسيلر وفاونديشن ودرجات كونتور غامقة. الباليت دي أنا بس عملت لها سواتش على الانستجرام، اللي مش متابعني على الانستجرام بيفوتوا حاجات كتير، لأن والله اليومين دول بنزل ستوريز وحاجات، ونزلت طبخة على الستوري، كنت بعمل أكل، فيعني تابعوني هناك. المهم عملت لها بس سواتشز وكانت كريمي جدا بصراحة، فهنجربها بقى النهاردة تحت العين. فأنا مش عارفة أجرب ايه ككونسيلر، يعني ممكن أخد الدرجة دي بما انها كده على بيج ومصفرة شوية، حاساها دي مناسبة. بالنسبة للنقل بقى، طبعا زي ما انتوا شايفين انا لسه ما نقلتش، مش عارفة ممكن يبان لكم ولا لأ، بس انا لسه ما نقلتش عشان احنا مستنيين الانتري، عشان انا بنجده فمستنيين ويخلص، والانتري لسه ما خلص. بس خلاص يعني هانت، احنا ان شاء الله انا بصور النهارده يوم الاحد، فهو ان شاء الله يخلص وهننقل بقى باذن الله يوم الخميس. فللي ما يعرفش، انا بعت اوضه نومي والسفره اللي كانوا عندي، وجبت اوضه نوم جديده، ولسه ما جبناش سفره لان انا بدور على موديل عشان انا عايزه افصله. وزي ما بقول لكم الانتري بنجده، لان هو الموديل بتاع الانتري نفسه بتاعي انا كنت مفصله على جوازي، فانا كان عاجبني، بس القماش بقى خلاص يعني اتهرى واتنقل بنيله، وكمان انا عايزه الوان مختلفه. بصوا هياخد من اللون ده على اصفر كده، هاخد منه شويه وهنور بيه برده تحت العين كده، حاجه بسيطه يعني مش كتير. وبنفس الفرشه بقى هياخد لون كونتور، بس انا مش عارفه هاخد انهي، اعتقد هياخد اللون ده، هي لونها محمر شويه فهتبقى على برونزنج اكتر، بس قشطه انا بحب كده يعني. نرجع للرغي، غير بقى الحاجات اللي كنت ببيعها وبشتريها دي وبنجدها، انا بقى في الشقه نفسها اللي اخدتها كنت باخدها كلها كده وش بياضه، لان كان فيها اوض الوانها مش عجباني، وانا كنت عايزه ان الشقه كلها يبقى لونها ابيض. وفي الريسبشن بره بقى عملت البانلز او البانوهات او البيوتيك حسب اسمها، ممكن احط لكم صوره هنا من الريسبشن عندي كده، الحاجات اللي بقول لكم عليها عملتها دي. المهم يعني عملت البانوهات دي في الريسبشن بره، يعني بحبهم جدا وبحب شكلهم، بحس ان هم بيدوا شياكه كده مش طبيعيه. وفي بقى حيطه منهم هتلاقوني دلوقتي هوريها لكم، عاملاها لونها جري غامق، لان ده هيبقى لون الانتري اصلا، او لون الكنبتين بتوع الانتري، والفتحات لونها زي مش مشجر يعني، فيها باترن كده، فعامله الحيطه كده لان الحيطه دي اللي هتبقى عليها بقى التلفزيون وترابيزه التلفزيون وبتاع. فلحد دلوقتي الدنيا عجباني جدا جدا وزي ما تخيلت يعني. طيب اولا البتاع ده دمجه سهل، بس مش عارفه انا سبته كتير ولا ايه، فحاساه يعني علق سيكه كده او ثبت مكانه شويه، هو بس عايز دمج اطول يعني شويه بس مش اكتر. وكمان بقى في الريسبشن الحاجه، اكتر حاجه شدتني في الشقه اول ما رحتها، ان الريسبشن اول ما تدخلي من باب الشقه قدامي الحيطه اللي قدام دي كلها اضاءه، كلها يعني مقسومه مثلا نصين، النص اللي فوق ده كله الشباك المتال لحد السقف اضاءه، فالاضاءه فيها تجنن، والاوضه بتبقى منوره بشكل مش طبيعي، وشكلها برضو حلو قوي. لو مصوره انا الشبابيك دي هوريها لكم برضو. فبصراحه كانت تقسيمتها عجباني، والاضاءه زي ما بقول لكم عجباني جدا. والاوضه بقى اللي اخترتها هتبقى للتصوير وكده، لان انا عامله اوضه للتصوير، او عاملين اوضه ليا انا وطارق، مكتب ليه وانا بقى الحاجات بتاعتي الهم ده كله اللي هنا. فالاوضه دي انا اخترتها اللي يبقى فيها البلكونه، بحيث ان انا احط الفانيتي في وش البلكونه، فلما تبقى الفانيتي كده ورايا وانا بصور فتبقى البلكونه قدامي، فاذا صورت الصبح يعني وقدرت فتبقى الاضاءه حلوه جدا في التصوير. نفس الكلام للمرايه اللي بالطول دي، اللي متابعيني على الانستجرام يعني لما بتشوفوني بتصور بطولي وكده، برضو في الاوضه دي قدام البلكونه هتبقى الاضاءه حلوه جدا. نيجي بقى ندمج الكونسيلر ده، اوكي بصوا مش عارفه شايفين هنا ولا لا، بس هنا هتلاقوا التنت ظهر، حاسه ان الكونسيلر هنا شال الفاونديشن. انا الكونسيلر في الباليت دي ما عجبنيش، انا عجبني بس الكونتور اكتر، يعني حتى الكونتور ما حركش الفاونديشن ولا اي حاجه، بس الكونسيلر حتى هنا مش عارفه ليه بيشيله. انا حطيت كونسيلر تاني بس عشان شكل الفاونديشن هنا وهنا كده اتشال، وهنا عند الدقن برضو، فنظبط ده. الباليت دي انا هجربها تاني، لان انا مش عارفه هل مثلا ممكن يكون الفاونديشن تحتيها نشف، اخد وقته ونشف، فلما جيت حطيت بعديها ده فشاله، مش عارفه يعني، فهشوف تاني يمكن محتاجه دمج سريع او حاجه.
فرأيي في الباليت دي مش النهارده. هاخد دلوقتي اللوز باودر بتاعت لورا ميرسيه دي، الحجم اللي هو الميني او الترافل سايز، وهاخد لورا ميرسيه لان الباودر اللي معايا من كيلي ما مش فاتحه او مش شفافه كفايه ان انا احطها تحت عينيا، لان اللي عندي درجتهم درجه وشي فهتبقى غامقه قوي تحت العين. بتاعت لورا ميرسيه كنت قايله عليها في الصيف ان هي مش عاجباني لتحت العين، لان هي ما كانتش بتثبت كويس، وكان الكونسيلر مهما كنت حاطه اي نوع كان بيخطط برضو. بس في الشتاء مع نوع بشرتي بقت حلوه جدا، لان انا قلت لكم ان انا في الشتاء بشرتي تعتبر عاديه، فتحت عينيا بتثبت حلوه قوي في الشتاء. بس هي بقى شتاء وصيف للوش تحفه. نيجي بقى لللوز باودر بتاعت كيلي. انا كنت مكلماكم قبل كده عن الكومباكت باودر، وكنت قايله لكم قد ايه انا بحبها برضو، مع ان انا ماليش قوي في الكومباكت باودر، بس هي خفيفه قوي وبتثبت الوش بشكل حلو قوي، وبرضو بتخليه ناعم جدا وخفيف على البشره. بس محدش يقول لي هل دي بديله ماك او لا، لان هي مش بديله ماك، لان هي تغطيتها مش زي ماك خالص، دي تعتبر ملهاش تغطيه قوي يعني، او تغطيتها خفيفه بس حلوه في التثبيت، وهتبقى حلوه قوي كمان للناس اللي بشرتها جافه وعاديه وكده. الكومباكت باودر درجتي اللي معايا رقم 3، واللوز باودر دي اللي معايا درجه رقم 2، في منها شفافه وفي تقريبا رقم 1، انا اللي معايا للاسف درجه رقم 2، وانا في العادي بحب اللوز باودر يبقوا فاتحين او شفافين يعني. فدي حتى بصوا في العلبة لونها عامل ازاي، فهي يا دوب لوشي. هرجع بس اتأكد ان الخطوط مدموجة. انا برضو عشان بشرتي عادية في الشتاء، فما كانش ينفع استخدم الفاونديشن ده بترطيب قليل، كان لازم احط اي سيرم او زيت، بس ستيل مازال شكله حلو جدا. ناخد بقى من اللوز باودر كده بالفرشة. اللوز باودر دي انا جربتها قبل كده وحلوة قوي على فكرة برضو. انا بحط بالفرشة كده على خفيف عشان التغطية بتاعتها او لونها يعني ما يداريش على لون الفاونديشن ولا على لون الكونتور والحاجات دي. بصوا ده كده شكل البشرة، عجبني جدا، ما عدا الحتتين دول اللي انا داريتهم بالعافية، مش عارفة اصلا باين لكم ولا لا، بس شكل البشرة فلوليس حرفيا. نيجي بقى للمنتج اللي كلمتكم عليه 200,000 مرة قبل كده، قلم الحواجب بتاع كيلي. تحفة تحفة، انا بموت فيه. للي ما يعرفش او ما شافش الفيديو القديم ده، قلم حواجب في ناحية اهو القلم بيطلع كده ماتك، والناحية التانية اللي هي اتكسرت عندي شوية بس يعني قشطة شغالة، استنى عشان مش فاكرة، اهو اهي مسكرة حواجب بتبقى نفس اللون بتاع القلم مش شفافة، وفيها جزء تالت باودر حواجب برضو من نفس اللون بتاع القلم. بصوا لونها اصلا، عارفة انه خفيف بس ده حلو للحواجب، لان انا اللون بتاع القلم ده بتاعي اللي هو تقريبا درجة رقم 4، دي درجته على جري كده اسود جري، فالدرجة تحفة تحفة تحفة، انا بعشق القلم ده. انا هسرح حواجبي كده ونكمل رغي. المهم وقفنا لحد فين؟ فعامة يعني ده شكل الشكة، فعموما يعني ده شكل كده الشقة المبدئي اللي انا كنت عايزاه. بقية الاوض لونها ابيض ما فيش اي اختراع خالص. غير كده بقى مثلا بقول لكم عايزة افصل سفرة، ولحد دلوقتي أو لحد من قريب كنت محتارة اصلا، فهل اشتريها جاهزة، هل افصلها، طب اجيب موديل معين، طب انا واحد فيهم، كنت محتارة جدا جدا لحد الحمد لله ما رسيت على موديل وقارنت الاسعار بقى، وقلت ايه انا هسأل لو اتفصل هيبقى بكام. ف كده كده كنت عايزة افصل ترابيزة للتلفزيون تبقى تحت التلفزيون، لان الترابيزة اللي عندي هنا برضو كانت من ايكيا وكانت من 5 سنين واتكسرت من قريب، فاساسا مبقتش نافعه يعني. فكنت عايزه افصل واحده، فجبت الموديل اللي انا عايزاه، وفي حد يعني تبعي قال لي على نجار معين قريب مننا هنا قريب من البيت، فاتفقت معاه وعمل لي الترابيزه، والترابيزه النهارده استلمناها وتحفه زي الصوره اللي انا بعتها له بالظبط. ممكن برضو اصورها لكم واحط لكم شكلها هنا، هي بيزك جدا ما فيهاش حاجه، هي مستطيله كده بس، هي الفكره بس كانت فيها شكل الرجلين بتوعها ان هم عاملين زي مسامير او زي السموله مش عارفه اسمها ايه، وان هم متبيضين اسود، والخشب نفسه يبقى على قشرته ومصبوغ بس مش متبيض، فعملها زي ما انا عايزه بالظبط بصراحه، وحتى درجه الخشب وعملها زي ما انا عايزاها. فانا قلت كده اجرب فيه الاول الترابيزه دي عشان لو سالته على السفره ابقى ضامنه يعني. بس فانا بقى مستنياه يحسب التكلفه بتاعته بقى وبتاع، ولو كده ان شاء الله بقى يفصل لي السفره اللي انا عايزاها. وانا جيت تاني بعد ما خلصت حواجبي وعملت عين كمان، لاني ما كنتش عارفه هعمل ايه بالظبط، فيعني قلت اعمل لوك كده سهل يعني يخلص في خطوتين. فطبعا النهارده هنستخدم الباليت دي من كيلي، دي الوانها للي ما شافهاش قبل كده، طبعا دي برضو انا مجرباها قبل كده، عملت بيها لوك هنا على اليوتيوب، وبرضو مره عملت
بيها لوك في ستوري على الانستجرام من فترة كبيرة يعني. الباليت جميلة جدا جدا، اللي ما شافش الريفيو قبل كده البيجمنت بتاعها حلو جدا وكل حاجة، بس زي ما انتوا شايفين الوانها دي مش لاي بنوت عايزة تجيبها كده استخدام يومي يعني. انتوا زي ما انتوا شايفين الالوان، هي اصلا ما فيهاش حتى بنيات الا اللون اللي هو الجملي ده بس، فدي للي عايز الوان بالشكل ده. وكمان فيها 3 درجات جليتر، او دول يعتبروا الدرجتين جليتر، والدرجة دي كده ميتاليك قوي قوي يعني لونها سيلفر. فيلا بينا بقى نبدأ. اول حاجة هاخد اللون ده، وده هعمله على كل كسرة عيني كلون انتقالي. وبعد كده بنفس الفرشة هاخد اللون ده على نبيتي كده او برجندي شوية، وهحطه بس في الكورنر الخارجي هنا كده من العين. خدوا دلوقتي اي فرشة نظيفة ودمجوا الاطراف كده بس عشان ما بقاش فيه خط صريح باين. بعد كده هاخد اللون اللي تحته على طول، ده برضو يعتبر برجندي بس شيمر، هاخده بصبعي كده زي ما هو وهبدأ احطه على باقي جفني كله. طبعا لو رشيتيه بسبريح اللون هيبان اقوى، بس انا عادي عايزه اللون يبقى منطور كده بيلمع، مش عايزاه يبقى ميتاليك. بعد كده هاخد اللون الجولد بقى ده برضو من غير ما ارش سبراي او اي حاجه، وهحطه على اللون النبيتي اللي بيلمع بس من جوه بس. انا ما كنتش عايزه احط جولد على طول عشان ما يبقاش جولد جامد، انا عايزه يبقى فيه جولد من على نبيتي كده، اللونين يبقوا في بعض. دلوقتي بقى هاخد اللون الاسود ده بفرشه صغيره كده خالص، وهبدأ أموهه كأنه أيلاينر عند طرف الآي شادو. بعد كده هاخد فرشة فلافي أكبر شوية وهبدأ أدمجه من عند الأطراف. اوكي، الحاجة اللي حصلت دلوقتي اول مرة تحصل لي في حياتي من ساعة ما بدأت يوتيوب، فجأة لقيت الكاميرا بتقول لي ان الميموري كارد بتاعتي تقريبا دامجت او باظت، واستخدمي واحدة غيرها. فانا يا ربي انا بصور وهجيب واحدة منين دلوقتي؟ المهم جربت اشيلها واحطها كذا مرة برضه مفيش فايدة، حطيتها على الجهاز الحمد لله الكليبس كلها موجودة، كل اللي صورته ما عدا اخر كليب اللي هو بقى كنت بقول لكم فيه ان انا بعمل جزء الايلاينر وحطيت ماسكارا وركبت الرموش وعملت عينيا اللي تحت، كل ده ما تسجلش اصلا مع ان الكاميرا كانت بتسجل. والحمد لله بعدها لما حطيت الميموري في الكاميرا اشتغلت، فيا رب ده ما يحصلش تاني. الحمد لله ان اللي راح عليكم مش كتير يعني، يعتبر بس ركبت الرموش وعملت عينيا من تحت بنفس الالوان اللي فوق. بس حبيت اقول لكم ان الرموش اللي استخدمتها دي شكلها دي شبه الباكجينج بتاعت رموش جوجو، دي مش جوجو، ده نوع تاني اسمه نيو شو. نيو شو ده شكلها كده وده شكل رموش اهو من جوه، ودي شكلها على عينيا هتلاقوه عند الموناليزا ستور. انا متضايقه وباين عليا، اسمع علينا. بما اني ما عنديش بقى برونزر او كده من كيلي، فهستخدم الباليت بتاعتي بتاعت بينيفيت دي اوريجينال عشان اللي بيسال، دي من عند شيماء الجروب بتاع اللي هو اوريجينال ميك اب فور يو. دي الباليت اللي فيها 5 الوان والفرشه بتاعتها اهي، الهولا برونزر ودرجه هايلايتر ودرجه ودرجتين بلاشر، واحدة شيمر واحدة مات، ودرجة تانية تنفع برضو برونزر او كونتور وكده. فانا هاخد بقى الهولا برونزر بنفس الفرشة اللي جاية مع الباليت وهبدأ اعمل برونزنج لوشي. انا قاعدة مرعوبة للميموري تعمل كده تاني، ربنا يستر. نيجي بقى للبلاشر، من البلاشرز الجميلة جدا برضو بتاعت كيلي، بيجمنت جدا وثابتة جدا جدا لدرجة اللي معايا دي رقم 2، لونها داستي روز كده. بصوا بتطلع قد ايه في الفرشة، والفرشة دي برضو للي بيسأل بصوا البيجمنت، الفرشة دي للي بيسأل برضو دي من سيجما رقمها عشان نسيت F37. انا حطيت كمان لون جولد هنا تحت الايلاينر من جوه كده لو شايفين. بصوا كل ده من دب واحده بس في البلاشر. انا هرجع تاني اصلا بالبيوتي بلندر
وامشي عليه كده يمكن يخف شويه. في حاجه بقى نسيت استخدمها في اول الفيديو عشان انا مسطوله، مش عارفه هتنفع دلوقتي ولا لا لان هي غامقه، هو الليكويد هايلايتر بتاع كيلي ده، برضو من الحاجات الجديده، ده درجه رقم 2، لونه كده برونزي، بس انا مش عارفه عليا هيبقى عامل ازاي، حاسه هيبقى غامق. كان المفروض احطه قبل الفاونديشن او ادمج الفاونديشن بيه، فانا هاخد نقطه صغيره منه كده دلوقتي واجرب ونشوف هيبقى عامل ازاي. هو غامق بس انا ممكن احطه كبيز للهايلايتر اللي بعد كده واستخدم بعد كده لون افتح، ان هو بصوا حلو جدا ومش بيحرك اي حاجه باودر تحتيه، فدي حاجه حلوه قوي مع انه ليكويد يعني، بس هو كده مش باين مغامق كده، حلو جدا. لما ببص كده لقدام هتلاقوا الهيو بتاعه او مش عارفه اللون الغامق بتاعه كده باين. هاخد الهايلايتر بتاع فوريفر 52 درجه، دي رقم 2، لونها كده جولد، تحفه تحفه الهايلايتر ده، شوف الجمال. بعد كده اخر حاجه الشفايف، هبدا الاول بالليب لاينر برده من كيلي، درجه مش مكتوبه وانا مش فاكره رقم كام، بس هو ده البني الغامق جدا، وهو ناعم قوي 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 وبني غامق جدا، فخلي بالكوا لان هو بيلحوس الدنيا، فانا هحاول احط كده بالراحه. بصراحه درجته عشان غامقه جدا مش مخلياني بستخدمه دايما، ايديا مش بتروح له كتير عشان لونه، بس القلم نفسه ناعم جدا، فدرجته الغامقه دي بالنسبه لدرجه لون بشرتي انا مش مناسبه، هي الدرجه دي عايزه يبقى كونتور للشفايف لبشره سمرة شويه، فانا باخده وبعد كده بقعد اشيله شويه بالمنديل. اخر حاجه بقى من الحاجات الجديده هي الباليت بتاعت الروج بتاعت كيلي، كان نفسي اجربها جدا بصراحه، وانتوا كان في كذا حد منكم عايزني اجربها، انا جربتها قبل كده وما كنتش مثبتها باي حاجه، يعني كنت حاطه الروج زي ما هو كده، وعايزه اقول لكم اكلت وشربت، بس مش اكلت حاجات فيها زيوت يعني وبتاع، يعني بقي كان في شاليمو في كوبايه وفي ساندويتش كده وبتاع، ومع ذلك بعد الساعتين كان بيختفي طبقه طبقه من بره، فكان شكله شفاف حلو، مش من النوع اللي هو بيسيب حروف كده او على الحدود ومن جوه فاضي، فكان عاجبني جدا. فالباليت عشان هي اصلا كريمي زي اي باليت روج، انا ما جربتش بتاعه اناستازيا ولا بتاعه جي كات عشان ما حدش يسالني دي ولا دي، بس بالنسبه لان هي حاجه كريمي مش بتنشف مات تماما، يعني مش زي الحاجات السائله، فدي محتاجه ان انت تثبتيها بلوس باودر هتثبت معاكي اكتر وهتبقى تحفه. هاخد اللون ده كده لوحده الاول وبعد كده اشوف عايزه حاجه عليه ولا لا، وغالبا هاخد اللون اللي جنبه. بصوا انا اتصورت لكم دلوقتي صوره والله من غير ايديت، يا رب تكونوا شايفينها من هنا، بس انا هحطها لكم هنا عشان تشوفوا جمال البشره، فاونديشن يجنن مع الباودر، وصورت برضو صورة بفلاش عشان تشوفوا شكل الميك اب كامل بالفلاش، ما عملش فلاش باك ولا شكلي مبيض ولا اي حاجة. هاخد بس دلوقتي لوس باودر وهحطها على الروج بس كده عشان تخليه مات اكتر ويثبت اكتر. كده اكون خلصت تجربة كل حاجات كيلي ورأيي في كل حاجة بصراحة، طبعا زي ما قلنا الباليت بتاعت الكونتور والكونسيلر دي هنبقى نجربها تاني بعد كده، عشان انا لحد دلوقتي نص نص مش بيك فان يعني. قولولي كمان حاسين بفرق في الاضاءه كده احسن ولا لا، انا موطيه الاضاءه ورايا خالص عشان في بنوته رجعت كده الفيديو القديم وقالت لي ميار الفيديو ده كانت الاضاءه فيه احلى حاجه، ولما ركزت كان الدنيا ورايا مظلمه، فاعتقد النور بيبقى متركز عليا فبتشوفه احسن ولا ايه مش عارفه، قولولي كده احسن ولا لما تبقى الاوضه كلها منوره، لازم اعرف رايكم ضروري. مش عارفه بقى النهارده رغيت كتير على قلبكم ولا لا، وطفشتوا ولا زهقتوا مني ولا لا، فيا رب ما تكونوش زهقتوا، وبكده الفيديو يكون خلاص، يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، واعملوا سبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكم اول ما انزل اي فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام عشان فايتكم كتير والله، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، باي باي.